البرامج التي تسطرها لتساعد في يعني تذليل كل هذه العقبات التي تقف امام المترقي، سيما ان المستهلك للفن كما جاء في تدخل زميلي العفاوي انه تكون من طبقه ميسوره يستطيع ان يقتني لوحات باثمنه. اما المهتم الفقير يحاول اطلال او القاء نظره من بعيد وتبقى يعني العوائق الماديه تحول بينه، وهذا واقع يعني يعيشه الكثير. يبقى ليس كالكتاب، الكتاب بامكانك ان تقتني او من المكتبه او اذا كان ثمنه باهظ او تشتري، بعكس اللوحه تبقى بعيدة الملل بالنسبة للمثقف الذي لا يحصل على ذلك. كاين إشكال آخر بالنسبة للفن، الفن في المغرب هو الحمد لله الفنانة كثر، يعني ممكن أن تذكر اسمها تعطي باقية تجده إلى فنان تشكيل الحمد لله يعني واحد، ولكن لا يعرفه، يعني يعرفون شاكيرا من المغني ما يعرفش الفنان، وإن كان فنان مغربي. هذا إشكال تلقى في التعريف بالفنان وإبرازه لل وشكرا. التعليم ديال الأطفال في المدارس وكتجربة عندي أنا واحد الولد كان باقي صغير وكان مبدع وخاص الفن يدرس واحد الإنسان فنان. هذا الولد ملي بغى يبدع واحد الصورة رسم 10 أطفال من درس الشباب الفرد رسمها مزيان، الأستاذ ما عندوش الحس الفني، شنو قال الولد ديالي؟ شد هذيك الصورة شافها وقطعها قدام قال له أنت غادي تزور الفلوس، حنا كنهرسوا معنويات ديال الحق الكوكتي، وما بخصوص وزارة التعليم في التعليم فهي كتغطي التربية الفنية في التعليم الأساسي للولد، ولكن ملي ما كيكونش الأستاذ في المستوى راه ما كيوصلش هذاك الشيء اللي كيخصو. أو حتى جهة الطبية، أن لي زونكادغور كلهم رجعوا قاعة ديال التشكيل، وأن مثلا تجد حدا بائع ديال الارتيزانة رسام جالس تيرسم التشكيل في 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 السويقة في 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 هادي في لا روي دي كونسول في الجردية وفي أماكن أخرى في سلا وأماكن أخرى شتها. زيادة على مثلا الأسماء، تمشي الأماكن مثلا أحياء شعبية تتوجد القهوة سميتها قهوة موناليزا أو قهوة بيكاسو، ما كاينش قهوة غرباوي شرقاوي القاسمي ولا موناليزا بيكاسو دالي، هو عمره ما تعرفش حتى شكون هو دالي. معليش المشكل ديالي لما تنقولوا على الرؤية مثلا التشكيلية، أن المفهوم دابا ديال اللوحة والمفهوم ديال بيع اللوحة شحال منهم تيتسلموا عليا تيعرفوني تيقول حتى أنا فنانة أستاذة تشوف وتيوريني الشكاية ديال اللي تيبيع في الزنقة. هذه الظاهرة اللي هي أنا ماشي بالضغة تنقولها أولا، أنا ماشي بالضغة، إنما يرجى دراستها حتى في وسط المدينه بزاف ديال لي زونكادغور رجعوا للغاليس. السؤال اللي لقاتو مديرية الفنون حول تقييم الاشكال الجديده للفنون، طبعا اذا تتشهد القاعه انني في 1999 درت لانستالاسيون سميتها مقامات لطيفه، وان القاسمي دار دي زانستالاسيون لا في تمارا ولا في قاعة باب الكبير، بحيث أن مفهوم ديال لانستالاسيون ابتدى في المغرب في التسعينات ماشي جديد الآن يعني. وإلا تشهد عليا القاعة أن أول معرضي الشخصي كان فيها في 1973، بزاف من القاعة مازال ما تولدوش واقيلا، أول معرضي في هذه القاعة 1973 وأفتخر بذلك، ومعزة عندي وعندي علاقة بالقاعة علاقة حميمية جدا. اللي تنبغي نخرجوا منه بهذه القاعة اللي هي تاريخية واللي شهدت على أشياء كثيرة
هو أنه نخرجوا بواحد النظرة مستقبلية وتخطيط مستقبلي. والتخطيط المستقبلي ما سيكون. وشكرا. ولا أدعي أن يستوفي أصحابها المسلمين.
صاحب الأرض لن أدعي أني أجبت عنها. العلاقة بين الأخلاق العلاقة بين الأخلاق الدين الجهة والعمل الفني من جهة أخرى. سأختصر العلاقة بين ما هو سوفيتي وسوفيستي، ما هو إتيقي وما هو إستيقي، هي علاقة إشكالية ضد المطرح. الإتيقاء تؤسس لقواعد تقديم السلوك، والإستيقاء تفكر العمل الفني كعمل منجز تجاوز لعبة الفن لعبة اختراع تجربة حدود لعبة مجاوزة في لعبة أخلاقية هي لعبة إعادة إنتاج هي محاولة تنظيم العلاقات الإنسانية. لهذا نفترض أن الفنان له إتيقاء خاص. إتيقاء الفنان هي أن يؤسس للفن وأن يدافع عنه، وليس أن نقوم في قوانين البشرية ولا أن يعقل المجتمع من الآلات والمحرمات والقبوات، لأن الفنان الذي يفكر داخل منطقة الضوء لا يستطيع أن يخلق قوة إلا بالله، وليس كما يؤسس عالما حرا. الفن بطبيعته عمل، عمل حر وعمل متحرك، عمل يكسر فيه الفنان القبوات وإلى حد ما الخطأ يكون خاص. أنا لو أحاول لا يندم أتمنى معنى إيجابي معنى الخلاقة. لهذا أعتقد أن الفنان أخلاقه وأخلاقه الخاصة وأخلاقه الفنانية هي التي تؤسس الحياة في بعدها الإنساني أو على ما تؤسس العلاقات الإنسانية. الحديث عن أندرتون وعن موقع القارئ والمتلقي داخل منجز أندرتون، كيف يمكن أن نتعامل مع المتلقي التشكيلي مثلما تعامل أمبرتو إيكو مع المتلقي المصير المتلقي الأخير؟ أمبرتو إيكو يتحدث عن المتلقي أمام بنية مفتوحة، بنية مفتوحة متعددة الدلالة بوليفونية. العمل التشكيلي بدوره متعدد الأصوات متعدد الدلالات، إذن يحتاج أن نؤسس لهذا المتلقي الذي يمكن أن يعبر إلى هذه الأصوات ذاتها. أستاذ صراحة سأل عن تغيير جماليات المكان للمصنوع، وفي الحقيقة ليس كل ما يراه يقال في العربي والذي قلت بتواضع خالصا أعتقد أنه مداخل. الغاية من هو التحفيز وحشد الأسئلة أكثر مما يمكن أن نتصور أن نخلقه إجابات جيدة. جمالية المكان بالرغم من النقاشه العربيه كانت خليل ابراهيم خليل كانت هذه الى اليوم لم تكن جميله. كاس مباشره احد كبار استنتاجي اللحظه معاصره، ولكن احد كبار شعراء مصر واحد كبار قراء الشعر الفرنسي ونشاط عربي وغيرهما. من قبل الصوره التي ابدع فيها في خلق قصر استنتاجي عميق مساكنا التحولات الكبرى البشريه والتطورات الكبرى التي عرفتها العلوم سواء مجال الفيزياء او مجال الرياضيات او الهندسه العمليه بنفس القدره التعامل مع الثوره وثوره الاشكال الشعريه والاساليب الشعريه. وفعلا القصر الاشراري في مجال الجماليات ما زال صفحه حديثه او صفحه من نصل فيها وربما كان مع انه يمكن ان يقدم شيء كثير لكل مشتغلين في مجال الفن عموما والفن التشكيلي تحديدا. بدون ان ننسى المساهمات ديال الشباب الهنودي، انه كاين شباب هنودي متخصص في هذه المساله ديال الجمال سعيد وفضيل وغيره.